اليوم رح نحكي عن القراءة العاطفية لابو الجدان، وكمان رح نحكي عن خطوات الشخص وشو بيطلع معنا في القراءة، يعني نقدر نسمع عن عاطفتك يا ابو الجدان. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد، ولا تنسى الشير واللايك، تحكولي في الكومنت قصتكم وهل وصلت نطاقتكم شو أخباركم. نبلش برج الدلو. شكلك يا برج الدلو انت في نفسك، انت صامت عقلاني ومش محرك اي مشاعرك ومش مظهر مشاعرك نهائيا، وكأنك انتقلت للحكمة للعقل، عندك صار انتقال من القلب الى العقل ومتوازن جدا، بسبب انك انت شايف هذا الشخص عنيد وشخص يمكن شوي كبرياء او عالي جدا ومهتم في الماديات، واحتمال انه عاجبك لكن انت ملتزم الصمت جدا. احتمال يكون هذا الشخص انت شايفه مرتبط في عمله في علاقة اخرى، ولكن انا شايفه انه عاجبك، ويمكن يكون هو من برج الثور عشان هيك انتوا شوي عنيدين مع بعض. يمكن انت شايفه هو متكبر وعنده الايجو عالي جدا ومهتم بانجازاته، وهو عاجبك، انت تحس انه اذا كنا ملك ملك ومتوج بكل شيء يلفت نظرك انت. انا حاسه انا شخصيا عاجبتك. طيب هو شخص، هذا الشخص متجه اليك، هو بحبك هذا الشخص على فكره ومتعلق فيك جدا جدا، وشخص طيب وحنون وبيحمل من المشاعر الصادقه، ومشاعره بتميل للطيب والحنان اكثر ما بتميل للغرور، زي ما انت شايفه مغرور او شايف انه هو عايش الواقع يعني بالحد بحدود بيحكوها عفوا بحدود الزياده، يعني طالع لفوق كثير. الشخص ده روحاني جدا جدا، لكنه متعلق بشيء. هذا الشخص يمكن متعلق فيك، بفكر فيك كيف يقدم لك كاس الحب على فكره، لانه انا شايف انه متجه اليك. الشخص هذا يمكن في عنده ازمه هو لسه مش قادر يطلع منها. هذا الشخص هو بحط حدود لعلاقه ما او ازمه ما ماديه، او هذا الشخص مرتبط وانت شايفه كمان يمكن مرتبط، وهو لكنه بده يبين لك مشاعره، يظهر لك مشاعره. بس خلينا نشوف شو بكروت. على فكرة شكلك انت جايك مصاري يا برج الدلو، هو انت لي هيك اجد عيني عليه، اما اقرا اجد عيني عليه، احتمال انه عندك فرصة مالية، او انت شايف هذا الشخص شخص فرصة بالنسبة لك. احتمال يكون هذا الشخص جديد مش من الماضي، لان انت زي متجمد المشاعر، او انت في طاقتك طاقتك برج الدلو. هون بيحكوا لك احنا معاك ملك الروحة، انا معاك في وقت الحاجة لمساعدة قلبك على الشفاء. فانت احتمال ان انت صامت، حتى مشاعرك صامت، كل اشي صامت فيك متجمد، انت في طاقة تجمد. وهون برضه انا حبيت هذا الكتاب، ما بعرفش حسيت انه بروح لكم. المستشار الرئيسي ملائكة عزرائيل، انت مستشار طبيب يستفيد الكثير من الناس والتوجهات والطمأنينة. ماشي، خلينا نشوف روز رومانس. شوف اختيارات يا برج الدلو. Passion, I love your soul to sing with the joy. شكلك انت عندك شغف لشخص، او انت
منجذب لشخص لكنك صمت، انت منجذب لهذا الشخص. هون بيحكوا لك انه سينك ويت جوي، خلي روحك تغني تنطلق. خلينا ناخذها كمان. ناخذ لك كمان كارت ونبلش في القراءة. ارتباط حياتك في الحب يصعد إلى مستوى عالي من الارتباط. إذا كانت هاي العلاقة جديدة فهذا الشخص ناوي يتقدم لك. طيب معلش استحملوا شوي يا جماعة. شايف هذا الشخص مش عارف مقلوب ومش مقلوب. عقله مقلوب بشكل هذا الشخص. احتمال انت معجب بشخص وعندك شغف، وهو بنفس الوقت هو برضه حاسس بشغف من ناحيتك، ولازم انت تظهر هذا الشيء او تسمح لروحك انها تغني في هذا الشغف. انت بالفعل تفعل ذلك. توقف عن الافراط في التفكير، استقر في مواجهة الشمل لحقكم. انت عن جد بتفكر في الارتباط، فتوقف عن التفكير وافعل. بلش حلواتك وتعرف نقول شو تعرف. وأنت صامت وهو صامت وراح نشوف شو بتصير معنا. هو في طاقة الهاي بريس، مع إنه أنا مش شايف إنه طاقة في الطاقة عندي العامة أو طاقة الكروت سطح ال، أنا شايفة إنه جاي عليك لكنه هو لسه بفكر في الموضوع. احتمال هذا الشخص يكون في طاقة تباعد، لانه هو حاسس هنا انه خارج من طاقة الحماس او البداية الجديدة، هو خايف من البداية الجديدة. الشخص هذا احتمال يكون شخص جديد على حياتك للبعض، واذا كنت في انفصال فالشخص هذا حاسس انه فقد الفرص معك، وهو فقد الحماسة وفقد الروح السعادة في هاي العلاقة. يمكن انه حاسس انه خلاص زي انطفى من ناحية، انطفت شغلته من ناحية هاي العلاقة، فهو شايف نفسه انه يمكن لازم يقعد يفكر كثير منيح ويتباعد لحتى يقدر يسترجع قواه وحماسته والدفء لهاي العلاقة. احتمال الشخص اللي عنده أطفال، هذا الشخص هو يمكن مشغول في عمله في انجازاته، في عنده شيء هو مهتم فيه، هيك هو شوي متباعد، فاقد الحماسه في العلاقه او فاقد الحماسه في العلاقات عامه، لانه هو زي بيعاود الشخص هذا عماله بيرجع يوقف على اجرين اول وجديد. برج الساتورن وبرج الثور، برج الحوت، برج الاسد او القوس، الحوت و برج الدلو اللي هو انت وبرج الثور. ما شفتش ابراهيم خالص. بس هذا الشخص هو قيادي بالعلم، يعني شخص بحب انه يقود مشاعره لكنه مختفي او متباعد عن الانظار، لانه بحب هو دائما مبين انه ملك وهو قيادي جدا، لكنه حاسس انه فاقد حماسه من تجاه احتمال اتجاه العمل او احتمال اتجاه العلاقات، او فاقد الامل في البداية في علاقة جديدة، لانه هو بفكر انه يتجه لكم لكنه لسه يعني متعلق بين انه يقدم هاي الخطوة او يتباعد. طيب الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الفور اوف كابس لكن مقبولة. الشخص هذا حاسس انه في يعني مش قادر يقدم فرصة، او قدم فرصة من قبل الكاس على راسه. الكارت طلع نفس الاشي في طاقته ونفس هو المشاعر من ناحيته، وحاسس بهاي بيستين انه في طاقة الكاهنة عشان يعني بالعربي احسن. حاسس انه هو قدم فرصة لكنك انت يمكن تكبرت عليه، حسيت شوية بالكبر عليه، او حاسس انك انت لازمك حماسة اقوى،
لأنه هو قدم عرض، ولكن كان أنت عندك عروض أخرى أو عندك ماضي يمكن قعدت تفكر كتير عشان تقبل هذا العرض، وهو حس إنه رفضك للعرض هو كبرياء منك أو غرور منك، أو أنت بدك شيء أكتر، أكشن أكتر، حماسي أكتر. بحس إن الطاقة هاي بتتجه إلك، طاقته من ناحيتك أنت، فهو عشان هيك فاقد الحماسة من ناحيتك. طيب هو كيف مشاعره؟ ومشاعره إنه كأنه قدم عرض، فأنت رفضته، أو هو خليني بس أشوف أكثر، لأنه جنبه السبب حس بالغدر أو بيحس إنه بالأسف، لأنه يعني فعلا حس بالأسف. هو قدم لك عرض لكنه حسك انك انت متجمد المشاعر، ما تحركتش في هذا العرض او ما قبلتش هذا العرض، طلعت عليك طرف عينيك وما قبلته. هو حاس انه كانه الكاس انكبت، انت او انت زي رافض كل الكوبايات، حتى الماضي وكل شيء، كل شيء كانك رافض العلاقات، لانه هو متحير انه انت ليش رفضت هاي الكوبايه. هو في حاله اللي التحقيق مع الذات او في حاله الشك، الشخص هذا شاكك انك انت مريت في ماضي مؤلم لهيك انت رفضت الكوبايه تبعته، زي ما حكيت لك انت رفضت الكوبايه تبعته. هيك هو شايف، هو قدم لك عرض وانت رفضته ومشيت لقدامه، تركته ومشيت. ما هذا شخص زعلان من الماضي كمان، بديش يقدم ولا عرض ولا كوباية. احتمال هذا الشخص كان في ماضي في حياته ورحل، هو حس نفسه انه كان طيب كثير في الماضي مع شخص اخر غيره، ولا بعض منكم معك، وهو شايف انه قدم عرض وانت رفضته وتركته وروحت. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك مطنش يعني عن جد، انه يعني هلا بعدين نربطها ببعض، شايفك مطنش، قدم لك عرض وانت ما قبلتش، حتى ما فتحتش هذا العرض او شفته نهائيا، وشايفك انك انت سكتت ما عرفتش لا حق ولا باطل، وشايفك انك انت زي يعني مثلا بعت لك هديه حطيتها على جنب وضليت روحي، يعني ما فتحتش الهديه. هو شايفك انك انت مطنش ومكابر جدا وجامد، جامد جامد جدا جدا شايفك، وشايفك انك انت يعني عندك شوية كبر انه على العروضات اللي بتجيك. برضه نفس الاشي عن جد، على فكرة الشخص اللي قدم لك عرض وتركك وراح لانك انت طنشت هذا العرض، وقرر انه يمشي لقدام لانه زعل انقمص منك، يعني اخذ على خاطره منك. هو شخص زعلان انه قدم لك عرض وانت رفضته. طب انا بدي اشوف انت ليش رفضت هذا العرض. مش عارف اذا هو من الماضي، شخص من الماضي، بس لا انت معجب فيه، مش حاسه من الماضي. هل هذا الشخص من الماضي لبرج الثعلب؟ احتمال كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض في زواج، واحتمال انه يكون جديد، يعني تظبط على الاحتمالين هون، يعني عريس جديد تقدم لك كراش، شخص طلب منك الزواج وانت رفضت. هو الشخص طلب منك الزواج وانت رفضت، او طلب منك انه ترتبطوا مع بعض وانت رفضت، يمكن عريس قديم وطلعت طاقته معنا هون انت بتفكر فيه، واحتمال تكونوا انتوا في كنتوا في زواج وكان بينكم حب والفة ومشاعر فوق، وانفصلتوا عن بعض بسبب انه الشغف، احتمال انه انطفأ الشغف في علاقتكم وابتعدتوا عن بعض وانفصلتوا. لكن برضه هون الشخص قدم لك عرض زواج او راح يقدم لك عرض زواج، انت اكيد راح تعرف. برج الثور، برضه برج الثور طاغي على القراءة هون،
طيب هو شافك انك انت هادي وصامت، هادي وصامت، وشافك انك انت سنجل مش مرتبط، مش في ارتباط او مش في زواج، واحتمال تكون انت عقلك مش في العلاقات، عقلك في الاشياء الماديه والاستقرار المادي، شافك انك وحيد، مفيش ناس بتحيط حواليك، انت لحالك قاعد لحالك، وكانك انت بس عقلك بس في الماديات، مش لانك انسان مادي، لا، لانه انت حاسس ان انت عندك كبر، فبدكش تحتاج حدا، ما بدك تحتاج حدا، هو شافك ان عندك كبر، نوع من الكبر، كبرياء، كبرياء، مش كبرة النفس، لا، كبرياء، بسمح لكش انك انت تروح للشخص، بسمح لكش انك تمد ايدك لشخص وتطلب المعاونة او الشيء انت محتاجه. برضه مصمم بقول لك بحبك، بقدم لك هو على الشاشة قدام كل الناس انه بحبك، هو بده زواج واستقرار، هو شايفك انك انت تصلح للزواج والاستقرار، هو شايفك انك انت تصلح زواج وتصلح تكون رب أسرة، وكمان تشاكل مشروع. والشخص هذا بده معك زواج، وشايفك ان انت تصلح للزواج، وانك انت متكامل، وانك انت بارع في انك تتحكم في عقلك وقلبك، وكانك انت بتعرف توازن بين عقلك ومشاعرك وقلبك، وشايفك انه انت شخص اسطوري، اسطوري في الحب، اسطوري في العمل، اسطوري في كل شيء، أو قديم نوعا ما، بتحب الاستقرار، إذا يعني مش مثلا بيحكوا عن الأشخاص هاي الأيام بس للاستقرار المادي، لا، أنت زي استقرار أسري واستقرار مادي، يعني ده الحب، الاستقرار المنزلي. هو الشخص ده معجب بشخصيتك جدا، لكنه خايف منك، وقرب منك، لكن أنت رفضته. وده يطلع انه ماسك الكاسه ويقول يعني كده انا بحبك وانا بدي اياك وارتبط فيك. طيب شو نوعيه من ناحيتك؟ الشخص اللي نوعيه ده بعد شوي عنك، الشخص اللي نوعيه يتباعد ويفكر في الموضوع ويقدم لك كمان عرض، بس بده يجيك على هيئه شخص قوي وشخص جميل جدا وهو كامل المواصفات، شخص اللي بحبه جدا بده يقدم لك عرض وينتظرك، رح يحكي لك على الاقل من مهلك تجاوبش مثلا هالايد، لكن فكر منيح في الموضوع اللي رح اعطيك اياه، ورح يقعد ينتظر منك جواب. مش عارف حس في كرتون ولا لا، حس اني في كرت. يما خبي الكرت برو، يعني خليني أشك. ليش مخبي الكرت؟ طيب خليني أشوف هذا الشخص بحبك. لأن اشتغلت فيه ما كانش بالنسبة له أنت الزواج والاستقرار والحب وكل شيء هو بيتمناه، بحبك الشخص وبتوازن وبعقلانية، لكن هذا الشخص احتمال بده يفاجئك بمبلغ مال، بفرصة عمل، بشراكة، وينتظر ردك. لأنه بده يظهر لك شخص إنه الكوين،
ويعرض عليك عرض، هذا الشخص ناوي يعرض عليك عرض يخرجك من الزعل، لأنه هو حاسس إنك أنت زعلان وأنت رافض مبدأ الحب، وأنت بس بتدور على استقرار مادي، استقرار نفسي مش استقرار زواج، وأنت معطي ظهرك لأن ظهرك لأنك أنت بدكش زواج ولا حب ولا أي شيء ولا ارتباط. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض معين، يمكن الشخص هذا يقول لك نتزوج ونفتح مشروع مع بعض، يشوفك انك انت شاطر في العمل ومركز في عملك والهلوبة في عملك، ويمكن يعرض عليك عرض عمل ويفاجئك فيه، عامل لك مفاجأة. هل المفاجأة هي حلوة؟ بس اسمع، الكود مليون منيح كتير، وانا بقول لك تفكرش بلش، فكرت كتير خلص بكفي. وانا بقول لك انه في باشن بينكو، شغف، وانه علاقتكو لم استمرتوا، فمفيش حاجة اني اذا انتو كنتوا في انفصال زواج، فالشخص هذا بده يفاجئك انه يعطيك حقك كله ويرضي ضميره ويعرض عليك نفس الوقت الرجوع. وإذا كان هذا الشخص كراش وعرض عليك الحب أول مرة، راح يتحركش فيك يفاجئك إنه تعال نعمل مشروع مع بعض عشان يقدر يوصل لقلبك ويفك الرابطة اللي أنت ربطت نفسك فيها. ويعرض عليك أول إشي الصداقة، بعدين يعرض عليك الزواج، لأنه بده زواج بصراحة هذا الشخص، بده ارتباط، احتمال تكونوا أنتوا كنتوا في زواج. طب هل نوعية هذا الشخص صادقة عشان أنا تبكوش متحايلين؟ بس كنت شخص بدي يعرض عليك الزواج ويتركك لفترة تفكر في الموضوع، يقعد يستنى ردك. بس الشخص هذا بده يعرض عليك اول اشي يفوت قصة انه شغل مشروع، لانه شغل انك انت بس مهتم في المال والاستقرار المادي ومبعد كل العالم حواليك، فيش لك اصدقاء وفيش لك ناس كتير، لانك انت مهتم في استقرارك المادي. فهو بده يعرض عليك عروضات وينتظرك لحتى تعطيه القرار، بس الشخص جاي عليك قريبا. قراءة حلوة كتير برج التل، احكي لي شو قصتك، هذه القصة مضبوطة. وشكرا لكم لو سمحت، إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك فعل الجرس ليوصلك كل جديد.